واش يمكن نوضعوا جوج ديال الكوبلات في قفص ديال سيباراسيون ديال 60 متر، وهاد الكوبلات واش كيكونوا مرتاحين ولا كيكونوا معذبين؟ وفي الساعه اللي كيدوروا لنا كيعملوا لنا البيض او لا كيخرجوا الفراغ، واش الفراغ يكون المستوى ديالو مزيان؟ والمشكل ديال الافتراس شنو هو الحل ديالو؟ غنعرفوا هادشي كامل واكثر في هاد الحلقه ان شاء الله. معكم ياسين وهذه قناه ياسين طنجي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم ياسين مرة أخرى في فيديو قصير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله ندردشوا مع بعضياتنا على هاد القضية ديال قفص ديال سيباراسيون اللي حنايا كاملين كنستعملوه اللي هو 60 متر. ملي كنشوفوا أنا بزاف ديال المربين وأنا كنحترمهم، كنحترم كل شيء، لأن كل واحد والتجربة ديالو، كل واحد والفكرة ديالو، ولكن انا جيت باش نطرح الفكره الصائبه بالنسبه لي طبيعه الحال. اغلبيه ديال الناس كيعملوا قفص ديال سيباراسيون فيه جوج ديال لي كوبل، سواء كان كنز ديال كانار، كان ديال باجي، كان اي طير يعني صغير الحجم ديالو صغير. هنا شنو المشاكل اللي ناقشني عن شنو هما المشاكل اولا اللي غيكونوا؟ اولا 60 سنتيم اللي قسمناها على جوج كترجع 30 سنتيم، هادي اولا 30 سنتيم على 25 واقيلا كان عنده في العرض ولا 28 ولا 27 ما عرفتش شحال كان بالضبط. المشكل هو ان جوج ديال الكوبلات في هذا الحجم هذا راه صغير بزاف. هنا تقول لي لا انا ما كنجبرش مشاكل، الانثى كتبيض لي عادي ما كاينش مشاكل. هنا نقول لك انا على ان الانثى اللي كيجي الساعه ديال البيض ديالها خاصها تبيض، كانت فوسط كرتونه عتبيض صغيره عتبيض، يعني البيض ماشي هو المقياس ديال الكوبله ديالنا واش هي مرتاحه ولا ماشي مرتاحه. كان معها الذكر عتبيض، كانت بلا ذكر عتبيض، يعني البيض هي واحد الشيء اللي هو ضروري يعني كاين فطري عند اي انثى. اذا احنا هنا كنعملوا كوبله، كنعملوا الذكر والانثى في ديك المساحه الضيقه، وكنعملوا لهم صندوقه كبيره اللي هي دابا رجعت مودرنا شويه، قبل كانت يعني صندوقه بلاستيك صغيره، دابا صافا يعني. وكنعملوا لها المسائل ديالها كامله وكنعدلوها. المشكل هو ان اللي عتعدل اللي عتنزل هذا البيض، اللي عتنزل هذا البيض هذا خاصها تحضنوا، وباش تحضنوا الذكر واخا كيجبر شويه ديال المساحه لانه غالبا كيبقى بوحدو في وسط القفز، ما كيبقاش معاها من داخل. واخا بالحق من اون فوا هي كتعدل كتفقص داك هادي داك البيض ديالها، البيض نورمالمون خصهم اللي تفقصوا خصها الام تبقى تخرج تجبر واحد المساحه كبيره اللي تقدر تطير فيها، تمشي وتجي تلق الجنحين ديالها مزيان وهادي وهادي وهادي، باش كتاكل كتقدر تاكل الحويصله ديالها كتجبد، ها باش كتقدر تاكل هي كتاكل مزيان، وبالتالي كترجع كتاكل الطيور ديالها مزيان، الصحه النفسيه ديالها مزيانه، كتاكل مزيان، كل شيء مزيان. اذا كتوكل الطيور ديالنا كيخرجوا مستويات مزيانين. حنا ما نهضروش على الدم على الاصل ديال 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 الطير كيفاش عامل من حاضر باش يعطينا الحجم الفلاني ولا لا، ما نهضروش على هادشي، حنا نهضروا غير باش الطير يطلع في صحه جيده والحجم ديالو مقبول. لهذا ما تستغربوش اللي كتمشيو للاسواق كتشوفوا بعد المستويات ديال الطيور زعما لا حول ولا قوه الا بالله، فهمتيني؟ زائد واحد القضيه مهمه، لاحظوا اي مربي عنده كيعتمد على الكثره ديال الكوبلات بهاد الطريقه اللي كنقول لكم انا ديال الحجم ديال المستوى ديال 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 الاحجام ديال الاقفاص الصغيره، ما كيهموش هو، كيهمو الانتاج. عتجبر اولا عنده الانتاج ضعيف، الانتاج ككميه ضعيف، هو كيسحب له على ان كل ما كان عنده بزاف ديال لي كوبلز كل ما عنده بزاف ديال الانتاج، فبالتالي بزاف ديال الطيور، فبالتالي غنخرجوهم من السوق وغنربحو كثر، وهذا خطا. شوف كاين الناس
اللي عندها مثلا 30 كوبلة 30 كوبلة وحق عاطيها الديامتر ديالها كما ينبغي، عاد جبر عندهم الطيور ما شاء الله، عاد جبر 40 كيعطيوهم مثلا 300 ستاير في كل دورة، وعاد جبر هذاك اللي عنده 80 كوبلة مثلا لا شيء، هذاك عاد جبر وعنده شي 15 ولا 20 ولا 30 طير هي اللي شاطت بالدرع، لان كاين واحد بلعد من المشاكل. اذا الانتاج ديالي انا كنهضر انا على راسي طبيعة الحال، كيفاش كنعمل؟ اولا ملي كنبغي نشري اي طائر سواء كان بجي او كنار، اول حاجه كنعمل كندخلو في المسرح، واحد المسرح كبير اللي يقدر يطير فيه على الاقل واحد شهر ولا شهرين سواء كان واجد ولا ما كانش واجد. غالبا انا كنشريهم فروخه، كنشريهم باقيين صغارين في العمر ديالهم 3 شهور مثلا ولا 4 شهور. اذا عندنا هذا المسرح، هذا المسرح اش كيعمل؟ كيربي في الطير واحد الصحه جيده جدا، يعني كتوجدوا انه في الساعه اللي تبغي تنتج منه كيكون هو صحيح اصلا، الصحه ديالو 100% كتكون. بعد اللي كتجيبوا انتنا من مسرح نقفز، وهو واحد المساحه صغيره بزاف عليه، وعلى الاقل تكون ديال 60 سنتيم، ما تكونش ديال 30، تفهمنا؟ هو عايدخل في عالم اخر، عايدخل خصو يتزوج، خصو يتكاثر، خصو الى اخره، ولكن هو مسانس انه كينطلق الجنحين ديالو كيمشي كيجي كيطير الى اخره، باش كيحافظ على داك الصحه ديالو. ديك الصحه ديالو هو اللي كيمرن الفراخ ديالو، فالفراخ حنايا كانت كيطلعوا لنا فواحد الصحه جيده. الطريقة اللي كنعملو بالضبط انا باش ما نطورش عليكم، الطريقة انا اللي كنعملو بالضبط، اولا كندخلو من المسرح، من المسرح شهرين في المسرح كنجيبو كل كوبلة كنعطيها سيباراسيون ديال 60 سنتيم، كل كوبلة كنعطيها واحد سيباراسيون 60 سنتيم صافي. هذاك مع البياضة ديالو اللي هي الصندوقة، يعني هناش كنعملوه، هنايا كنخليهم يتزوجوا، الانثى كتدخل كتعمل البيض ديالها، ملي كتسالي البيض ديالها مع يعني اللي كتسالي العدد ديال البيض، كتبيض ما بين 3 و10 البيضات غالبا، لان كل واحد وكل انثى وكيفاش. وبالتالي انا صافي كنتاكد على انها سالت البيض وباغي تجي تبيض اكثر، كنحيد الذكر كنفصلو على الانثى، كنخلي غير داك اللي كيفصل بالسلك اللي كيقدر يشوفها وتشوفو، ولكن هو ما يوصلهاش. هنا كتبقى هي ترانكيل، كتحضن على البيض ديالها، كيفقصوا البيض ديالها، يعني كتفقص البيض ديالها. انا الساعه كنولي كنعطيها واحد استعمال الزمن ديال الاكل خاص بالفراخ باش كتقدر توكل الفراخ ديالها، وهذه ان شاء الله غنعملوا عليه واحد الفيديو خاص باش كلشي ان شاء الله يعني هادي يعرف كيفاش انا كنربي الطيور. وبالتالي هنا كتبقى تاكل الفراخ ديالها هي بيدها ترانكيل بلا مشاكل ديال الذكر، لان يعني غالبا المشاكل اللي كيوقعوا في البيض كيجيو من الذكر، يعني جيتي شي نهار جبتي بيض مسيب فقاع ديال القفص ولا مهرس ولا الفراخ ديالك ميتين، عرف انا ان هادشي كامل ما يجي من الذكر، غالبا من الذكر ماشي من الانثى. علاش؟ لان الضغط ديال الذكر على الانثى انه باغي يدخل في دوره اخرى هي كيوقعوا هاد المشاكل هادو. اذا انا كنحيدو كنخليهم حتى كي اللي كتفقص البيضه الاوليه، يعني الاوليه كنحسب 27 يوم 27 يوم كيكون ما كنشوفش حتى الفراخ كيفاش عاملين، واش كتمل الريش ديالو ما كتملش الريش ديالو، هادشي ما كيهمنيش. كنمشي كنهزهم كنفطمهم كنهزهم طبيعة الحال في اليوم 15 كنبدا ننزل لهم اعواد الدخن في وسط البياضه، فباش يعني في اليوم 27 كيكونوا هما ديجا تعلموا شويه ياكلوا من ديك الاعواد ديال الدخن، كنهزهم كننزلهم في البلاصه ديال الذكر اللي هو في الجهه الاخرى ديال السيباراسيون، وكنشبر الذكر
كنرجعوا للانثى وكنبدل البياضه وكنسكسف عليها يعني داكشي هذاك باش تدخل لي في دوره اخرى. هنا الفروخ كنبقاو كنزلوا لهم اللي هو الباتي ديال الفروخ، الباتي اللي هو ماشي سك ماشي مربيده يعني مفزقه، داك الباستات كريه اللي هي مفزقه يعني كتكون صفراء كتكون يعني فيها بحال الماء. هادوك زائد كنزل معاهم البيض، بيض مسلوق محكوك، زائد انا كنهضر على راسي كنعملو النسلي، النسلي ديال اسبانيا كيجي من اسبانيا، نسلي خاص بالعواول الصغارين، ماشي سيريلاك، ماشي سيريلاك لان فيه الحليب سيريلاك، اخر النسلي ما فيهش الحليب. اذا انا كنخلط فيه واحد المغرفه وكنخلط عليه ديما كنخليها لهم، زائد طبيعة الحال الماكله ديالهم ديال البشنه، وكيبقى يوكل الذكر كيبقى يوكل ولادو مور السلك. هاد القضيه تقريبا كاملين كنعرفوها. هنا كنتجنب بزاف ديال المشاكل، كنتجنب افتراس ما كيكونش، كنكسب الوقت، انا كنكسب الوقت لان الانثى اوتوماتيكمون كتدخل في دوره اخرى، كتبقى واحد السيمانه كتكون نزلت البيض اخر. عندي الاولاد كياكلوا مزيان مع عند الابوين ديالهم وكيتعلموا ياكلوا، اذا انا اصلا كنربح الوقت بهذه الطريقه هذه. بحق اذا عملت بحال اللي قلت لكم في الاول جوج ديال الباريخات في واحد القفز ديال سيباراسيون، انا هنا كنتعرض للافتراس، كنتعرض للاولاد كيطلعوا مراطين، كيقدروا النص ديالهم يموت، كيقدروا يخرجوا لي المستويات ديالهم ماشي تما، يعني عندي بزاف ديال المشاكل. اذا انا هنا اللي كنعمل كوبله وحده في 60 سنتيم كنربح ماديا ومعنويا كثار من اللي هذاك اللي كيعمل جوج دو كوبلات سيباراسيون وحده. اذا كان هذا هو الفكره ديالي، كنت بغيت نوصل لكم على ان الاخوان الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، اللي باغي يتهلا في الطيور ديالو يعطيهم المساحه، يعطيهم المساحه. وراه كاينه بزاف ديال لي فيديوز كيهضروا على هادشي هذا، انا بغيت نوه خصوصا الفيديوز ديال الناس ديال اللي سابقيننا بزاف، الاوروبيين ناس انجلترا وهذا، واخا هما يعني كيربيو داك الهولندي اللي هو مثلا كبير في كتهضر على بيجي مثلا هولندي كبير شويه ولا الانجليزي، ولكن نشوفوا الاحجام الاقفاص ديالهم كيفاش عامله. هنا هذوك الناس ماشي جابك الله حنايا مطورين هما مكلخين، ولكن اذا يعني التجربه ديالهم عطاتهم انهم يعملوا داك الشيء هذاك. كنتمنى نكون ضيف خفيف على القلب، وما تنساوش دائما هذا هو الفينال ديال الفيديو، ما تنساوش اللايك الاخوان، سبسكرايب الناس اللي باقي ما تسجلتش معايا. كنتمنى تكونوا في صحه جيده وما نكونش ثقيل على القلب ديالكم، كيفاش ما كنقول دائما الى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.